القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين في الخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ده في إطار تعرف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم. وتمت متابعة عدد من الأنشطة التدريبية وتفقد الوفد معرض الأسلحة والمعدات المتطورة اللي بتستخدم داخل قوات الصاعقة.